في محاولة لرسم البسمة على وجوه الأطفال والبالغين في بلد مزقتها الحرب وأنهكها الدمار الناجم عنها، تسافر فرقة متنقلة لعروض ألعاب السيرك عبر ربوع أفغانستان متحدية المخاطر والصعاب أملا في بث البهجة في نفوس الجميع. وتزور الفرقة معسكرات إقامة المشردين داخليا في البلاد والمدارس ودور الأيتام، وتقيم عروضا فيها إلى جانب تنظيم مهرجانات سنوية. خليل الله حميد مدير الفرقة: نقول للأطفال إنه لا يتعين عليهم أن يقلقوا من الصراع والحرب، نمنحهم الأمل بأنهم سينعمون بمستقبل مشرق، نجعل الأطفال سعداء ونمنحهم الأمل بأنهم صانع المستقبل، لذا من الأفضل أن يكونوا سعداء، نشجعهم على إظهار مهاراتهم للآخرين، هذا هو هدفنا لجعل الأطفال سعداء وأمينين. ونال المشروع شعبية كبيرة حتى أصبح يدير مراكز في 10 محافظات ويقبل عليه 100 الأطفال الذين يرغبون في تعلم مهارات ألعاب السيرك. وقالت إحدى الطالبات وتدعى حسنى إنهم تعبوا من الحرب ويأملون في أن يحل الاستقرار ويسود السلام في البلاد حتى يتسنى لهم الاستمتاع بحياتهم. أسس فرقة السيرك مدرب الرقص الهولندي ديفيد ماسون من ماله الخاص، ونال أول تبرع بقيمة $1000 في عام 2002 بعد عام من غزو قوات بقيادة الولايات المتحدة لأفغانستان للإطاحة بحكم طالبان المتشدد. وتعتبر الفرقة واحدة من المشروعات القليلة التي تشهد توسعا رغم تراجع المساعدات الدولية لأفغانستان. محمد الجبالي، رويترز.